الفنانه الجميله دينا منورانا عبر الشاشه. فوشيا اهلا بيكي معانا. اهلا بيكوا يا فوشيا. فوبيان بتسلم عليك على فكره. فوش فوش. دينا مشاركتك النهارده متميزه في حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الثانيه، شايفاها ازاي؟ والله انا لسه اهو بتفرج، يعني انا لسه ما شفتش حاجه. على الصعيد الفني انت عامله قلق على السوشيال ميديا وفي الدراما بمسلسل الطوفان، كلمينا عنه ودورك فيه. دوري الناس بتتفرج عليه خلاص، حتى لو قلت او ما قلتش خليهم يتفرجوا. طبعا ما ينفعش ان انت تكوني معانا وما نتكلمش عن الفن الاستعراضي او الرقص الشرقي، شايفاه ازاي في الفتره الحاليه؟ ضعيف شويه، ان شاء الله هيقوى. هو المصريات ضعيفه. المصريات ضعيفه. هل الاجنبيات تفوقوا على المصريات؟ لا، هو ما فيش مصريات عشان يتفوقوا او ما يتفوقوش. ما فيش العدد الكفايه. اعتقد المجتمع نظره المجتمع. طب ديت ده انت خدت حقك على نفسك، عملت اكاديميات وسافرت بره وجوه عشان خاطر. لا بره. انا قادره كنفسيه اني اقاوم نظره المجتمع، انما لو حد بيبتدي جديد وضعيف من جوه او ما عندوش ثقه في فنه، لا مش هيقدر. ما يقدرش. اطلالتنا بقى النهارده وسر اختيارنا للون الازرق الجميل. لا والله بالصدفه. مين الفستان؟ مصمم ازياء برازيلي. برازيلي؟ جايباه من البرازيل؟ اخر زياره ليكي في البرازيل؟ لا لا لا، جايباه من هنا من مصر، بس برازيلي اللي بيعمله. الاكسسوارز؟ مش اكسسوارز، هو من عند توفنجيان. الشعر والميك اب؟ الميك اب وفاء سالم، والشعر رفيق.